بنعرفكم على رامي ملك السفر والرحلات. كل خطوط الطيران عارفينه، من كتر حبه للسفر الناس بيندهوله بطوطة. بيته في الإمارات مليان تحف وهدايا من 100 بلد، وعنده صحاب كتير في كل دول العالم. ما يجيلوش نوم لو ما كلمهمش يطمن عليهم، وعمره ما نسي يكلمهم في أي مناسبة ليهم، خصوصا في أعياد ميلادهم. كلم صحابك براحتك، مكالمات دولية برسوم محلية لأكثر من 100 بلد.